السلام عليكم ورحمة الله. طلابنا الغاليين، مع بعض لسه مكملين رحلتنا مع مراجعة النحو، والنهاردة مع الدرس الثاني جزم المضارع. والدرس ده هنقسمه أكتر من حلقة لأنه ليه تلات حالات عشان يجزم فيها المضارع. المضارع عشان يجزم في أدوات بتجزم فعل واحد، وفي أدوات بتجزم فعلين، وفي جزم المضارع في جواب الطلب. تعال نبدأ مع بعض بأدوات بتجزم فعل واحد، يلا بينا. جزم المضارع، المضارع زي ما ليه أدوات ليه علامات. نعرف الأول الأدوات وبعد كده نشوف العلامات، يلا بينا. أدوات جزم المضارع: لم، لنا، هي، ولام الأمر، ولما. كم أداة دول؟ أربع أدوات. يجي بعدهم أيوة فعل مضارع منصوب. فعل مضارع إيه؟ منصوب. طيب بص بقى عشان نبقى كده واقعيين مع بعض، الفعل المضارع المنصوب ده ليه ادوات ايوه وكمان ليه علامات. تعالى كده فكرني مع بعض بايه هي علامات الجزم. الجزم ليه ثلاث علامات: علامه واحده اصليه السكون، علامتين فرعيه حذف النون وحذف العلة. تعالى كده بالراحة افتكر معايا، في أول مرة خدنا الفعل المضارع وقلنا المضارع ثلاثة، يا صحيح الآخر يا معتل الآخر يا أفعال خمسة، وعلى هذا المبدأ هنحدد علامات الجزم. والله المضارع طلع عندي صحيح الآخر، هيجزم بالسكون، يجزم بالسكون لو المضارع صحيح الاخر. لو المضارع ده ايه؟ صحيح الايه؟ الاخر. طيب زي صحيح الاخر مثلا، زي الفعل يفهم او يشرح، او الفعل طلع معتل الاخر، اذا يكون مجزوم بحذف العله. الفعل زي يدعو اعمل ايه في الواو؟ احذفها. فعل زي يسعى اعمل ايه في الالف؟ احذفها. مجزوم علامة الجزم وحذف الايه؟ العله. حذف النون زي ما انت متاكد وعارف ان هو ما بيجيش غير مع الافعال الايه؟ الخمسه، لان انت حفظت معايا ان الافعال الخمسه تنصب تجزم حذف النون ترفع بثبوت النون، تنصب تجزم حذف النون ترفع بثبوت النون. طيب احنا شفنا كده مع بعض ادوات وعلامات، شفنا ادوات وايه وعلامات ادوات المضارع وعلامات الايه الجزم بتاعت الايه الفعل المضارع. تعالوا دلوقتي بقى مع بعض نشوفوا جمل فيها علامات وادوات الجزم في جمل واحده مع بعض. مثلا اهو: لم يفلح الكسول، لا تهمل عملك. لما تيجي تبص للجملتين دول، يفلح قبلها مين؟ لم. تهمل قبلها مين؟ لنا هي. لم بتعمل في المضارع؟ بتجزمه. لنا تعمل في المضارع؟ بتجزمه. سواء يبقى يفلح او تهمل، الاثنين تعرفوا ايه؟ فعل مضارع مجزوم وعلامة الجزم منها تبقى ايه؟ السكون. ليه مجزوم بالسكون؟ عشان ده صحيح الايه؟ الاخر مجزوم بالسكون. مثال تاني: لتسع في الخير، لم يرض بالذل. نبص للجملتين دول، تسع معاها لام الامر. ايه ده؟ دي اللام رقم ثلاثة تعرفنا عليها في الدرس ده الجديد. قبل كده في الحلقة اللي فاتت شفنا مع بعض
ادوات النصب لام التعليل ولام الجحود، ودي النهارده عرفنا على اللام الثالثه لام الامر، ولسه في لامات ثانيه جايه في المنهج معانا. دي لام الامر بتحول الفعل المضارع من المعنى المضارع الى معنى الامر لتسعى. تسعى ده يبقى ايه؟ ايوه فعل مضارع. تسعى كان اصله ايه؟ تسعى. عملت اللي في الالف دي في الاخر، حذفت الالف. ليه؟ عشان ده من الافعال الخمسه؟ لا ده معتل للاخر، يبقى فعل مضارع مجزوم وعلامه الجزم. ايوه قلنا سمك صح، حذف العله. طيب يرض قبل مني مين؟ لم. يرض اصلا كان كلمه ايه؟ يرضى. فين الالف اللي في الاخر دي؟ حذفتها. ليه؟ لانه برضه فعل مضارع مجزوم وعلامه جزم وحذف الايه؟ العله. لا تهملوا الصلاه لتحرصوا على العلم. بص معايا، لا دي لان هي تهملوا واو الجماعه، يبقى افعال ايه؟ خمسه. ايه الجماعه دي؟ انا مش بخاطب مفرد، بخاطب مجموعه. لا تهمل ولا لا تهملوا؟ لا تهملوا، يبقى بخاطب مجموعه، يبقى افعال خمسه. يبقى ده ايه؟ فعل مين؟ مضارع منصوب. اه صح؟ لا طبعا مش صح. منصوب ايه يا استاذ؟ انت بتقول دي بتجزم، يبقى تقول من الاول كده. اه فعل مضارع ايوه مجزوم علامة الجزم، هو الجماعة يبقى افعال خمسة، يبقى علامة الجزم حذف الايه؟ النون. لتحرصوا دي ايه دي؟ دي لام الامر. طيب دي لام الامر، يبقى تحرصوا ده ايه؟ مضارع مجزوم في هو الجماعه افعال خمسه، يبقى مجزوم علامه الجزم وحذف الايه؟ النون. احنا شفنا مع بعض كده لم ولن هي ولام الامر. تعال بقى نشوفوا كلمه لما دي. لما دي برضو ايه؟ لما دي اداه جزم ونفي وقلب، يعني بتجزم المضارع وبتنفي حدوثه، بس بتنقل الزمن الحاضر للمستقبل ومع متوقع حدوثه. ايه الفرق بين لم ولما؟ لم بتنفي حدوث الفعل في زمن الماضي، لم يذاكر الطالب، يبقى حاجه خلصت. طيب بصوا الجمله دي اللي هي فيها لما، مثلا وصلت الى محطة القطار ولما يصل القطار، يبقى انا وصلت المحطة قبل القطار. لما دي اهي نفت وصول القطار بس مع توقع حدوثه. اه هو لسه ما جاش بس يجي بعد شوية، لكن لم غير متوقع حدوثه. لم يذاكر المهمل، يبقى انا بنفي المهمل ده ذاكر ومش متوقع ان هو اصلا يذاكر، لكن لما دي ها اداه جزم، ده برضه مضارع مجزوم عادي جدا وعلامه جزمه ايه؟ السكون. بص الجمله دي كمان، استيقظت من النوم ولما يؤذن الفجر. حضرتك انا صحيت من النوم ايوه ولما يؤذن الفجر، يبقى انا صحيت الاول بس الفجر لسه ما اذنش. لما دي بقى الفعل اللي بعدها متوقع حدوثه، انا صحيت من الفجر بس الفجر هيأذن كمان شويه، يبقى دي برضو اداه ايه؟ اداه جزم. ويؤذن ده ايه؟ مضارع مجزوم وعلامه جزمه الايه؟ السكون. شوف احنا كده مع بعض الادوات اللي بتجزم فعل ايه؟ واحد لم ولن هي ولام الامر ولما. هنتقابلوا مع بعض في حلقه جايه ان شاء الله مع جزم المضارع في جواب الطلب ان شاء الله. الى اللقاء.